للمزيد ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية، كما ينضم إلينا كذلك من واشنطن سعيد بيلاني، خبير الشؤون الأمريكية وعضو فريق ترامب في البيت الأبيض، كما ينضم إلينا من واشنطن كلفن دارك، الخبير الاستراتيجي. أهلا بالجميع. أبدأ من القاهرة مع دكتور أشرف. دكتور أشرف، ما الذي تمثله هذه الخطوة، ولماذا كل هذا الصخب الكبير المصاحب لها؟ الرئيس السابق دونالد ترامب يعد من أكثر الرؤساء الآن جدلا فيما يحدث الآن أمام محاكمته في تهمة مهمة، وهي طبعا إضاعة معلومات أو عدم الحفاظ على معلومات تهم الأمن القومي الأمريكي، ودي تهمة تأتي لاستكمال 4 اتهامات ستورمي دانيال كان في نيويورك، المخالفات المالية برضو في نيويورك، واشنطن بالنسبة لستة يناير الاعتداء على الكابيتول، والآن ميامي، ومن المتوقع كمان ان احنا نروح لجورجيا. الرئيس السابق يواجه تحديات قضائية كبيرة، خصوصا ان جاك سميث المحقق الخاص من قبل وزارة العدل الامريكية يبدو انه قد جهز لائحة الاتهام بشكل جيد، هناك صعوبة للخروج من هذا المأزق القانوني، حتى وإن كان رئيسا سابقا للولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن 37 وثيقة منهم 21 وثيقة تمس الأمن القومي الأمريكي بشكل مباشر، وهناك وثيقة تطلق عليها الفايف آيز أو العيون أو الخمس، والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، وده تعاون استخباراتي يعني يعد من التعاون الأمثل بين الولايات المتحدة وحلفاء منتقيين بعناية، وبالتالي وجود هذه الوثيقة تمثل تهديدا مباشرا، وخصوصا أن والت ناتيا الناشنال جارد أو اللي هو في الحرس الوطني الأمريكي سابقا قدم له المساعدة، وتم النظر إلى كل الوثائق المتبعثرة ووجودها في الحمام الخاص بترامب وغرفة نومه في مارلاغو الذي يسكنه يعني عدد من المواطنين الريزورت، يقيم حفلات لقاءات يعني مكان مفتوح للعامة، وبالتالي هناك تهديد خاص للرئيس السابق دونالد ترامب يضع تحديات كبيرة أمام ترشحه في الانتخابات القادمة، وربما يكون الإجراءات القضائية والقانونية قوية بمكان بأن يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من أن يكون على ورقة الجمهوريين، وخصوصا أن عدد لا بأس به من الجمهوريين ينتقدون بقاؤه أو أنه يمثل ترشيحا قادما، على الرغم كما أشرت حضرتك بأنه يحصد أرقام مرتفعة بين، لكن في هذه النقطة دكتور أشرف يعني هناك من يتحدث من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن كل هذه الضوضاء القضائية المثارة حول الرئيس دونالد ترامب الغاية الفعلية منها ليس الملاحقة القضائية بقدر ما هي محاولة وضع العراقيل أمام ترشحه للانتخابات المقبلة. يعني دي نقطة طبعا هو استند إليها ترامب وكل المعيدين له على أن هذا هو الهدف الأساسي، بل أنه شبه أن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية يتقارب ويتجاوز ما يحدث في فنزويلا أو كوبا، ولكن الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نعلم جيدا أن النظام القضائي نظام يجب أن يحترم أمام رئيس سابق، رئيس حالي، مواطن عادي. تهديد النظام القضائي بالإجراءات التي يدعيها الرئيس السابق ترامب مع فهمنا لأنه مستشعر بأنه محاط محاصر، اتهم كافة الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية بأنها ضده، اتهم النظام القضائي أو وزارة العدل بأنها ضده، يبدو أن الرجل يستخدم كافة ما لديه من أسلحة دعائية، وخصوصا أن المحيطين بترامب يعني أو مؤيديه في المجتمع الأمريكي هم يعني ناس من العموم البسطاء الوطنيين أكثر من اللازم، وبالتالي هذه الدعاية أنا في ظني لا يمكن أن تقبل، باعتبار أن هناك فعلا مخالفات مالية وأخلاقية والآن أمن قومي والتأثير في نتيجة الانتخابات في جورجيا. هذه القضايا ليست من السهولة بمكان أن يخرج منها يعني مواطن أمريكي أو رئيس سابق. سعيد بيلاني من واشنطن، لماذا يشعر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن هناك
حملة منظمة تستهدفه هو بشكل شخصي، لماذا يصنف هذا اليوم بأنه أحد أكثر أيام الولايات المتحدة حزنا في تاريخها، وأن الأمة الأمريكية تبدو متراجعة وفق ما يجري الآن داخل الولايات المتحدة؟ هل أعيد السؤال من جديد سعيد بلاني؟ لا أعلم إذا كان صوت الترجمة لا يصل إليه، لكني سأحاول أن أعيد الترجمة أو أعيد السؤال من جديد. سيد بلاني، لماذا يتعامل الرئيس الأمريكي مع واقع ما يجري من تحقيقات باعتبارها تستهدفه هو بشكل شخصي وتستهدف محاولة الحيلولة دون وصوله إلى انتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه كما يقول هذا أكثر أيام الولايات المتحدة حزناً؟ في البداية شكرا على استضافتي، كنت أخطط أن أكون مقابلة أحد الوزراء في نيوجيرسي، أعتقد أنه يوما مليئا بالأخبار، فبالتالي سوف أخبركم. الأمر يعتبر احتفال، يشبه الاحتفال ما نراه وما يراه معظم الأشخاص، ويشعرون أن ترامب لديه اتهامات بالفعل، وهناك إجراءات قضائية لابد أن تأخذ مسارها. نحن في نظام قضائي قوي، وهذا هو الحقيقة الأمر، لابد أن نتفهم هذا الشأن بشكل قانوني، ولا أحد فوق القانون، وحتى وأن برغم فرضية البراءة كل شخص يعتبر بريء حتى إثبات إدانته، هذا هو الشأن الرئيسي لنتجنب أن نكون في جمهورية الموز. وبالتالي مرة أخرى اليوم تعيس، ولكن ليس لدونالد ترامب ولكن للشعب الأمريكي كله. لقد رأينا لأحد الاتهامات، وهناك الكثير من الانتهاكات الفيدرالية وغيرها، حيث أن ترامب كان في المخطط له. لكن هو ترامب نفسه بذكر جمهورية الموز سيد بلاني، ترامب نفسه يقول إن ما يجري معه على مدار الفترة الأخيرة يرسخ أن تتحول الولايات المتحدة كما يقول إلى إحدى جمهوريات الموز، أن يداهم منزله بهذا الشكل، أن يستدعى لتحقيقات يقول إنها لا أساس لها ولا تليق برئيس أمريكي سابق أن يحاكم وفقها في نيويورك، ثم يعود الآن النظام القضائي ليستهدفه هو شخصيا في هذه المحاكمات، يقول إن هذا ترسيخ لتحول الولايات المتحدة إلى جمهورية موز. فعلا على حق. سيد سعيد بلاني، سأعيد طرح السؤال باختصار على حضرتك. ما ذكرته حضرتك من أن الولايات المتحدة لديها نظام قضائي يتعين احترامه وألا تتحول إلى جمهورية موز، دونالد ترامب يقول إن ما يجري معه على مدار الأشهر الأخيرة يعزز من فرصة تحول الولايات المتحدة إلى إحدى جمهوريات الموز. يبدو أن هناك مشكلة في أن يصل صوت الترجمة بشكل واضح إلى سعيد بلاني. سأتحول إلى كالفن دارك إذا كان هناك إمكانية في أن نتحول إليه. سيد كالفن دارك، هناك من الجمهوريين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يقولون أن هناك استهدافا مباشرا للرجل، وأن هذه الاتهامات هي نفسها الاتهامات التي يمكن أن توجه إلى هيلاري كلينتون، إلى مايك بنس، إلى الرئيس الحالي جو بايدن نفسه عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. هل يبدو هذا الرد من جانب أنصار دونالد ترامب ردا منطقيا من وجهة نظرك؟ لا، الأمر ليس منطقي وغير معقول، والأمر سخيف في حقيقة الأمر. الفارق هنا أن بين ترامب وبايدن وهيلاري كلينتون وأي شخص آخر أنه لا يرغب في إعادة هذه الوثائق مرة أخرى إلى الجهات المعنية، وأيضا هو يشارك حس دفاعي من بشأن الاحتفاظ بهذه الوثائق السرية. هذا الطريق، وأيضا بناء على ذلك ترامب وأعدد من الجمهوريين يحاولون استغلال هذه الإجراءات بحيث لإخفاء الحقائق. هناك معلومات سرية تختص بالقوة النووية للولايات المتحدة، وإذا اتخذنا قضية بنس تم التحقيق معه وكان واضحا تماما وكان متعاونا مع الحكومة الأمريكية. إذا تناولنا قضية بايدن وهو كان متعاون أيضا، وهناك مجلس استشاري يحدد الاتهامات،
وفي حالة هيلاري كلينتون الأمر يعتبر سخيف، وكان هناك الكثير من الاتهامات بالطبع، لكن الفارق هو في حجم التعاون وحجم الاستجابة. لقد تم اتهامه أيضا ترامب في 2016، لماذا لم يتم ملاحقته؟ هذا كافة يعتبر دلائل على أن ما يقوله بشأن بايدن وبنس وغيره عبارة عن تبريرات مجردة، لأن ترامب بالفعل ارتكب جرائم، ولهذا هو يقف أمام المحاكمة الآن. هل هذه الطريقة المثلى من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، من وجهة نظر النظام القضائي الأمريكي الذي يعزز من فرصة أن تبقى الولايات المتحدة دولة راعية للديمقراطية وخلاف ذلك، هل كان هذا هو المسار الأمثل الذي يتعين التعامل وفقه مع الرئيس الأمريكي السابق وعلى مستوى الوقت؟ لأن هذا هو الذي يطرح التساؤلات، الأمريكيون مقبلون على انتخابات رئاسية. في النظام الديمقراطي لا يمكن تغيير النظام القضائي وكيف يتعامل، لأنه يحدث ذلك لا يحدث ذلك في المعتاد. في النظام الاقتصادي لابد أن يكون هناك عدالة ومساواة بين الأشخاص العاديين أو المرشحين، والنظام القضائي عليه عمل ينفذه، وهو يقوم بالتحقيق مع أي شخص سواء كان سيناتور أو شخص حكومة مسؤول أو شخص عادل. ربما تكون هناك اعتراضات من جانب بعض الأطراف في هذا الشأن، فبالتالي هذا عمل النظام القضائي، وإذا أمرا ترغب في تنفيذه وزارة العدل ولا تريد إلقاء التهم بشكل عشوائي على أي شخص، لأنها تفعل ما عليها أن تفعله بشكل يحقق العدالة. لكن هناك نظر إلى أقطاب الحزب الديمقراطي، إلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نفسه، بأنه هو الذي يدفع ربما في اتجاه أن يساءل الرئيس السابق دونالد ترامب، أن يساءل في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، أن يساءل قضائيا على اتهامات مختلفة، وفي هذه المرحلة وبالتالي فالمستهدف بالدرجة الأولى حتى لو كان النظام القضائي بهذا القدر من الاستقلالية، لكن من وجهة نظر الجمهوريين وأنصار ترامب هو فقط يستخدم كمخلب قط لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا غير صحيح، وهذه هي الأسباب. في البداية جو بايدن ليس له أي علاقة بهذه الإجراءات القضائية، الأمر يتعلق بالمحامي العام والنائب العام، لابد أنه يضمن أن أي ظهور للمحاباة أو الضغط السياسي لابد أن يؤخذ في الاعتبار. هذا المجلس الخاص لابد أن يقرر سواء كان ترامب يستحق هذه التهم أو لا، ولابد من إجراء التحقيق بالشكل الأمثل. بايدن ما يفعله هو أن يضمن عدم التدخل، وأيضا إن لا يوجد أي نية للتدخل. لابد أن نتذكر أن هذا هو عمل النظام القضائي، وما ذكر ترامب أمر غير عادل. لا أعلم إذا كنا نتابع في هذه اللحظات، إذن هذه اللقطات كما تردنا على الهواء مباشرة، هذه منذ قليل وليست على الهواء مباشرة على ما يبدو للأجواء في محيط المحكمة التي تنظر الجلسة الأولى التي يحاكم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتهامات قدرت ب 37 تهمة في مناحٍ مختلفة، لكن الجانب الأكبر من هذه اللقطات إذن الآن على الهواء مباشرة فيما كانت اللقطات السابقة قبل قليل. الأمر مرتبط بإعاقة العدالة، والأمر كذلك كان مرتبط باتهامات بالاحتفاظ ببعض الوثائق ذات الطابع السري في منزله وفي محل إقامته في منتجع مارلاجو بولاية فلوريدا. أتحول إلى الدكتور أشرف. دكتور أشرف، لماذا زادت نسبة الشك في حجم الوثوق بالنظام القضائي الأمريكي؟ لن أقول حجم الوثوق به بشكل كامل، لكن على الأقل في طريقة التعامل مع دونالد ترامب وفق ما يقول أنصاره. يعني هو فكرة الطرح بالنسبة للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح محتمل للحزب الجمهوري، أو أنه يواجه طبعا تحديات انتخابية ومنافسة من الحزب الديمقراطي، باعتبار أن الحزب الديمقراطي الآن موجود في السلطة، فطبعا أحد الأدوات التي يمكن أن يخرج بها أي منافس خارج السلطة هو التشكيك في النظام القضائي الأمريكي. يعني يجب برضو الإدراك بأن من عيونه في المحكمة الدستورية العليا
عيونه من يعني رؤساء سواء كانوا جمهوريين او ديمقراطيين، منع عيونه قضاء للمحاكم الفيدراليه في ولايات مختلفه، ممكن ان يكونوا عيونه طبعا من جمهوريين او ديمقراطيين كرؤساء، وانتماءاتهم ممكن ان تكون ديمقراطيه او جمهوريه، ولكن امام العداله المعصوبه العين كإجراء يعني درجة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تبني نظامها السياسي، وهذا مهم لتعدد الأعراق والتباينات المختلفة. فإذا ما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية نظامها القضائي فسنكون أمام ولايات يعني يكثر فيها حروب أهلية وصراعات خطيرة. الأمر يتعلق بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يعني مع تقديري لكل شعبيته ووطنيته الزائدة للدفاع عن الولايات المتحدة وحمايتها من الأعداء ومن الخصوم، بل أنه شبه من يواجهونه الآن داخل الولايات المتحدة، هم أشد خطرا على الأمن أو على الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نقف وقفة بتحليل منطقي موضوعي، هل الرئيس الأمريكي السابق فيما كل ما قام به يعد من خطوات تعد خارج القانون؟ بالتأكيد نعم. هل هناك تجاوزات؟ بالتأكيد نعم. لا يمكن إخفائها تحت مسمى أنها حملة انتخابية يحاول أن يتدخل الرئيس بايدن أو الحزب الديمقراطي في هذه الحملة. يعني نرجع لنيكسون على سبيل المثال، حينما كان جمهوريا الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وتجسس على الحزب الديمقراطي قدم استقالته قبل أن يحدث طرق العزل، بمعنى أن الإجراءات تجاه رئيس حالي أو رئيس سابق يحكمها القانون. والفصل بين السلطات واضح في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس بايدن كسلطة تنفيذية لا تستطيع أن تتدخل في إجراءات وزارة العدل الأمريكية فيما تقوم به، والدليل على ذلك أنه أيضا متهم، وكما أشار زميل من واشنطن، بأن هيلاري كلينتون لم تكن متعمدة على أن تنشر أخبار أمنية في الإيميل أو الإيميلات الخاصة بها. الرئيس بايدن تعاون مع المحققين ومع وزارة العدل بنس نفسه. المشكلة المتعلقة بالرئيس ترامب أن الإيجو المتعلق بالرئيس ترامب هو الخطر الحقيقي الذي يواجه الرئيس السابق ترامب، بأنه يرفض أن يتدخل أحد ويعدل على سلوكه وعلى قراراته وعلى أفكاره. هو الآن ليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو مواطنا عاديا كان رئيسا سابق. القانون لا يعطي امتيازات لرئيس سابق أمام مواطن عادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر جعل أن التصويت أو مراجعة استطلاعات الرأي رغم أنها مرتفعة بين المحبين والراغبين لترامب في الحزب الجمهوري، ولكن في عموم الشعب الأمريكي، ودي أيضا نسبة مهمة، أن ما يزيد عن 60% ينظرون على أن ما قام به الرئيس السابق ترامب وخصوصا في وثائق تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، هذه نقطة حمراء وخطيرة للغاية، بأنهم يرفضون أن يرونه على التراك أو على مسار الترشح عن الحزب الجمهوري. وانا في ظني، لكن دكتور اشرف انا يعني ساتوقف مع حضرتك عند هذه النقطه، وهي ايضا ساطرحها على كالفن دارك، لكن لماذا يتمتع الرئيس الامريكي ايا كان مقدار وحجم الشعبيه، لانها يجب ان تترجم عبر الاليه المتبعه في صناديق الاقتراع، لكن لماذا للرجل وهو الذي يقال في شانه كل ما يقال عن انتهاك التقاليد الديمقراطيه الامريكيه وما جرى في مبنى الكابيتول وما يتخذه الان الرئيس الامريكي من اتهامات للنظام القضائي بانه يتحول الى سلاح أمام الرئيس الأمريكي، لماذا يحظى بهذه الشعبية التي تبدو حاضرة أيضا وقوية؟ هو الرئيس الأمريكي السابق لا ننكر أنه خرج عن الحدود التي كانت تحيط بواشنطن دي سي في إدارة صنع السياسة المحلية والعالمية، كان له بعض التوجهات الإيجابية التي خدمت المصلحة الأمريكية في قضايا حتى الأمن القومي، ولكن يعني التوجهات رغم أهميتها ومخاطبة يعني عقول الأمريكيين في ولايات طبعا متعددة، وهي العقول المحافظة أو التي لم تتلقى تعليما عاليا أو منفتحا وليسوا مطلعين بشكل كبير على القراءات اليومية لفهم ما يحدث في السياسة الأمريكية، وهذا أمر عام يخص الشعب الأمريكي بشكل أساسي.
ولكن يواجه الرئيس ترامب أو أنه غير منظم، يعني رغم أنه رجل أعمال مرتب ولكن غير منظم في هذه القضايا القانونية. يعني ما يعاب عليه مثلا أن مايكل كوهين المحامي الخاص به الذي قضى 13 شهرا خلف القضبان في السجن بمخالفات كان سبب فيها تعاونه مع الرئيس السابق ترامب وأصبح شاهد ضده، حتى كمان والت ناتيا اللي هو المساعد الأهم، لأنه كيف مساعد لترامب أن يعني يساعده في نقل الصناديق وأن توضع بهذه الكيفية التي بصراحة مثلت اندهاشا للمواطنين الأمريكيين ببعثرتها وتناثرها، وهذه وثائق مهمة تمس الأمن القومي الأمريكي، وسيكون أيضا مدانا ومتهما والت ناتيا في هذا الأمر. يعني يبدو أن الرئيس كل من رسب ترامب كل من يساعده أو يعاونه يكون محل اتهامهم وسيقبع خلف دكتور أشرف، هو الزملاء يبلغون الآن بأن الرئيس الأمريكي غادر موقع المحاكمة حيث كانت تجرى أولى جلساتها، هذه الجلسة التي أعلن القاضي الذي ينظرها بأنه سيمنع دخول وسائل الإعلام، وكان هذا قبل توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيغادر في هذه الأثناء إذن الموكب الذي كان يقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى موقع هذه المحاكمة في ميامي بولاية فلوريدا، وسيكشف ربما فيما بعد وفق البيانات الصحفية التي تصدر عما جرى خلال هذه الجلسة، التي كما هو واضح أيضا أو كما قيل بالأحرى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدخل مقيد اليدين، وهذه أيضا كانت واحدة من بين المسائل التي طرحت، وإن كانت تحمل طابعا شكليا أو بروتوكوليا لكنها تبدو ذات دلالة كبيرة. كالفن دارك، لماذا يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الشعبية حتى وهو يتهم بأنه يصطدم اصطدام عنيف مع بعض القواعد الكبيرة ضمن المؤسسات الأمريكية؟ حسنا، أعتقد أن هذا الأمر لابد أن يتعلق بالحزب الجمهوري فقط. أحد الأمور الأساسية أنه بالطبع له مغزى في قبل انتخابات 2024. الجمهوريين يعتقدون أن هذه الإجراءات ممكن أن تزيد من شعبية ترامب، ولكن هناك كثير من الأفكار التي يحشدونها بأفضل من أي شخص تم اتهامه مرتين في نفس العام. عندما الأمر يتعلق بالشعبية هناك زيادة في داخل الحزب الجمهوري، وأيضا يعتقدون أنه سوف يفوز ويعتقدون في تشجيعه ودعمه، ولكن العائق الأساسي للحزب الجمهوري أنهم سوف يتركون هذا حوالي أيا كانت النسبة، وإذا فعلوا ذلك هذا سوف يخفض من احتمالية فوز الحزب الجمهوري في انتخابات 2024. فبالتالي هذا السؤال لابد أن يوجه إلى الحزب الجمهوري نفسه. شكرا جزيلا لك كالفن دارك، فقط نشير إلى هذه اللقطات التي كنا نتابعها مع حضراتكم لوجود عناصر الشرطة أمام مقر محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما حتى محاولة منع الوصول إلى السيارة التي كان يستقلها الرئيس الأمريكي السابق في مشهد كان قد حضر فيه عدد من أنصاره الذين قدرت أعدادهم بالمئات وفق أعلى التقديرات، وكذلك عدد من المعترضين على سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدافعين عن حتمية خضوعه لهذه المحاكمة دفاعا عن ما يسمونها تقاليد الديمقراطية الأمريكية. أشكر كالفن دارك كان معنا من واشنطن، أشكر كذلك سعيد بلاني خبير الشؤون الأمريكية الذي لم نحظى معه باستكمال هذا النقاش، وأشكر ضيفنا من القاهرة الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية للقاهرة الإخبارية.